السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ And welcome to my Arabic Journey YouTube channel. Today's video إن شاء الله is reading Arabic text 10. Let's start. وصلت سعاد إلى بيت فاطمة. رحبت الخالة بسعاد وطلبت منها الدخول إلى البيت. غرفة فاطمة واسعة ومرتبة. هذا سريرها، وهذا مكتبها، وهذه خزانة تعلق فيها ثيابها، وهذه مكتبتها. مكتبة فاطمة ملآنة بالكتب. أبوها يشتري لها الكتب في مناسبات مختلفة ويقدمها لها هدايا. سعاد تحب المطالعة. Let's read one more time with translation. وصلت سعاد إلى بيت فاطمة. سعاد arrived at فاطمة house. رحبت الخالة بسعاد. The aunt welcomed سعاد وطلبت منها الدخول إلى البيت and asked her to enter the house. غرفة فاطمة واسعة ومرتبة. فاطمة room is spacious and tidy. هذا سريرها. This is her bed. وهذا مكتبها. And this is her desk. وهذه خزانة تعلق فيها ثيابها. This is a closet in which her clothes hang. وهذه مكتبتها. And this is his. And this is her library. مكتبة فاطمة ملآنة بالكتب. فاطمة's library is full of books. ملآنة full. أبوها يشتري لها الكتب في مناسبات مختلفة. Her father buys her books on different occasions. ويقدمها لها هدايا and gives it to her as gifts. سعاد تحب المطالعة. سعاد loves reading. المطالعة means reading or القراءة. مفردات البيت. البيت. غرفة. غرفة. مكتب. مكتب. خزانة. خزانة. مكتبة. مكتبة. library. مكتب is desk. مكتبة library. هدايا. هدايا. Thank you for watching. Till the next video. Like, subscribe and share my Arabic journey with Muhammad. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء يا أصدقائي. مع السلامة.